ايش لك قوتين صار عم يا شباب؟ الو والله والله ايش لك فيزك كله يا شرب كانك زلمه اولف يلا فرجيك فنيات الاير فورس اقتلها اسامه اهم شيء ما تدخل من سيدك وانا مبسوط تمام اسامه خدت سيد يا ابو جمال يا طلبش انت راح ابقى عينك اوكي قطاش لا نحظ لا اسامه تجيش بشرفه هو حكى لك قال لك ما بتدخل من سايدي بدك تدخل وجها لوجه بدك تكون زلمه بس مالك زلمه مشكله انا بعرف هالشيء يعني عشنا وشفنا قبل يلعب هايط رحت العب جري انت لعب لي اللعبه قبل بس لانه مفكرها انت سلاك ما بيعترف بهذا انه العب عبد الله بس بيعترف انه انت لعبت اللعبه قبل انت شو العب مني بالضبط لو جينا نقارن مستوياتنا بالمدة الزمنية انا بكون احسن مين 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 هذا الازرق ايش ليه يضربوني انا يعني بحبوك محبة زايدة معلم احنا عنا هيك الموضوع عنا هيك حب قاتل نحن ام اي مي شادو ولا اسامة ما خسر روح دي نعمه اسامة يا بيض عيفني جيل ايتو بيريانو بيريانو قلت بيرك عم تضربني يعني تستاهل اسامة شخصنا معي من اول لعب يشلقوا الا اثنين يعني والله بشرفي تستاهل يا ريان انا بعرفك واحد طب يعني بالله بالله عليك يا اسامة يا عرصة يا منتاك والله يا اخوي بدي اضرب شوت ضربتك طب ماشي يا خرا يعني ما لقيت غيرنا داخلين فايت يا زلمه شلي الباص اللي صار اوكي كس اخت اللعبه ولو كس اخت اللعبه معكم يا زلمه تارك اللعبه كلها بيجي لعندي يا زلمه لعن تمام شلي جاي بيجي طب امشيك شلي كمان انا انت جاي ساك من شال خلص ماي باص وماي هذا ما جي جي ولو كس اخت اللعبه يا زلمه وي تلحس تيزي طب جاي من اخر الماب امشيك جنبك واحد وفوقك واحد ويمينك واحد ضربني لي طب المينيو كبيش ايش ما ضربته اخوي جيلي عبد الله بيس ايش ما ضربته الاير فورس بيس ما ضربته الاير فورس شلت له اويلين هلا خلص جيلي ضربت له كل جيش حاسه طيز يا زلمه لك المشكله هذوليك ما عم يهجموا على حدا وديف تمرين بيس ما حدا مالي مكمبر انا يا زلمه مالك شي خيو ايش جيلي انا بقدم واحد انا جاي متحاسس هلا يا بحيث الله مش حدا حده للاير فورس مش حدا حده في حدا في حدا اثنين جنبه اجى ضربني الي حده عبد الله شو شو بتعمل ثاني حده عبد الله اللي حده اثنين اير فورس يا شباب يا زلمه لسه نفس كل جيم نفس المانياك يا زلمه بيجي واحد من اخر ما بده يخسرني الي والله ما عارف مين انت ومين هو طيب مش معقول 3 14 اوفر لود بيشل لي اثنين عم تفايت ليش اضرب اثنين عم تفايت ليش اضرب يا اضرب من جنبك في في ثلاثه بالجيم مكمبرين ما عم يضربوا حدا عم بيلعبوا بس هكرات الجنبي الاحمر بس عم بيلعب هكرات ليش ما تضربوا طب انت ما هكاربت وعم تحسب تاخذ سنايبرات تشيل الميني جانر يا ايري وسام ياخذ ليش ما ياخذ النص وسام والله نسيت انه ما هيش معي سنايبرات يا شباب النص ممنوع تاخذه وفي جيلي طيب بالجيم كمان يا مو صح ممنوع النص ياخذه ممنوع روح شيل النص يا الحاسه طيزي لعبه ستيم والله مو حلوه يا شباب يلا ابلع 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 ريان طلع الانفنتري تارك اللي جنبه وهو هن تاركين بعض يا شباب اسامه رايح فول رابتر يعني الانفنتري اذا بعت لواحد دروب كلورا بنيكو ما علم ما بلعت له شيء لا يا كلب اكتشيري من النص يا زباله هذا بده يطلق تركيز النص كله يا زلمه مش جاي لاي ما بتستحوش على دمكم الاير فورس ياخذ النص اوف ريان بلاكي يونت لوست يا تلحس طيزي حياتي ما شفتهاش هاي بالاف اف اي يا زلمه اير فورس ياخذ النص والله اذا الناس معلم اثنين متيمين مع بعض وعم بيبشوا واحد اثنين بدين مع بعض بشوا واحد واحد قاعد بيسو والاير فورس عم بيخلص في اعلى من كثير كيف شو شو؟ قد تبكي كوخر عبد الله تلحس زبي انت لو مدبرين عليك يا شرموط مو بس تبكي لك حيوان من اول جنب يركي من اول مش بايك كوخر تلحس لك شو اثنين؟ لعب بلا اجى من اخر ما بيجي لعندي عشان يضرب لي الخراب ايسي ويضرب لي الجيشي يا الله يا الله اخوان انا بحب اعمل اعداء
تطرب شات. حسيت يجي جاي لعندي يا عرسه ليش؟ تمام بس عيب كيكو كلاريان، انا كنت بدي كيكو لهالكلب انا. والله يعني جد انكم خولات. جد ايرفس اخذ نص منكم وثلاث جيلين بالجيم. نان ايه خلينا نشوف صعيد بقية الجيلات وين شباب. صعيد بكرج على ينزل على النص. ابشيك مكمبرين والله العظيم ما بعرف ايش عم تسوي، والله العظيم ما بعرف ايش عم يسوي. كمبرين؟ اخذت النص والله اخذت النص بس شاني. طب شارق ابشيك الله انت شارق بس هذول الباقيين مكمبرين شارق. ايه انا شاني والثاني ايرفس عم بتعب تضرب بارضيه. هي اللعبه شلون بتصير؟ واحد بيهجم واحد بيجي هذاك بيقدر فيه بالواحد هذاك بياخذ بيسين مجانا هيك بدون اي سبب بس انه غدر. هيك اللعبه هاي تسلم. يا عارسة ما كنت عشان تضرب شوي كارفت ما بدي تضربه واحد بيسو عزب لي مين الوردة؟ انا سهل هلا يا شادو هلا ميمت سمات رفع على دفرة الثانية ضربني كارفت بصيب ما تحس ان في من ايمت عندك كل التطويرات ايوه اسامة وين بالضبط شباب تطويراته كتيرة ليش هيك؟ قسما بالله يا شباب اسامة بس مفتوح بس واحد يدخل عليه بالكود او نقنر من هيكو ايري يا يلا راح اتهور واخاطر مشان شباب ابشيك والله العظيم ما في عنده فاير بيس على المدخل والله العظيم انا هذا المبوخ منه انه واحد ما له مكفر بيس وما حدا بيهجم علي وانا مكفر بيس اثنين عم بيهجموا علي ليش؟ يا شادو انت قعدت تهجمني على السبلاي ما دخلتني طب ماشي امشيك انا بدي اتقاتل معك ما عندي مشكله يا سيدي اذا خسرتني عندي انا غلطان انا حمار اني اتقاتل طب فاك يو شادو فاك بس يجي العرصة هذا المنداك جايني من اخر الماب ضرب لي بيس وضرب لي الباص اللي تبعي وضرب لي الاوفرلورد لسه على الله اخذته ما تنيت فيه لك ايه خلي اثنين جيل الباي ياخذ الجيم لا ما راح حدا ياخذ الجيم اذا هيك تقدر اسامه يكون مين الاير فورس الاير فورس الباي خل اير فورس كمان بيضرب ريان يا حرام ريان مش طالع طلطه شو عم يعمل؟ هات كيك لا طلعت ما في امل اذا شو بدي اعمل؟ اير فورس يا زلمه انا نايم من اول جيم ما بقدر امشي جنب اثنين اير فورس شو بدي اعمل؟ انا جاي كمان حزين اخذت السيلز جاي اثنين تشالنجر هوبا يعني اذا خليت من واحد الثاني ما راح اقدر اعمل شيء تعال يا عمو تعال اقول لك شو بدي اعمل فيك هلا يا حبيبي تضرب لي ضربات يلا زلمه يا معفن زباله المجتمع وريني شو بدك تسوي Congratulations, General. Our building is being captured. الله حيو ميزه يا شباب هونيك كثير منيحه يا ثواني شباب مين الكلب اللي اسمه هذا اللي تكيك اول شيء انا ما كيكني على اللي انت راح تريا انت كيك مباني تخيل ما رحت كيك لا ضرب لي معي سيسي ضرب لي مطاراتي وكل شيء يعني في نهايه بس برجع بعيش معي مصاري بس ايه صدق انفنتري شو ناطر يا زلمة شو ناطر بدي اعرف هذا الحكي امشيك يعني جنبه تاركو والله العظيم ما بعرف شو عم تلعبوا انفنتري جنبه ايرفس طالع بالرابطة روح عليه معلم بلاك شو بدك فيهم هذول اداء النجاح طب بس افهم يعني انا والله العظيم شباب اسامة وانا مكفر بيسي واخذ النص وانا مكفر بيسي وجاي هذا العرس عم يضربني شو الوضع؟ ليش يعني شو الوضع؟ لازم واحد ما يكفر بيسي انا شو بدي ابش علي قدامي مثلا ابشريك طب ما هو اثنين عم بيلعبوا شوف اثنين عم بيتيموا واثنين عم بيتيموا والاخير واحد بيتيموا اير فورس وتحتي اير فورس شو بدي اعمل احكي لي يلا تفضل حي والله انا ما ببلغ انا شادو اسالك سؤال شادو سامعني؟ يا هلا ميمد ما كان 3 ريتم تمام عم يضرب بلعب بالكاربت بصير؟ هلا ما بعرف احنا عم نلعب بروس ولا لا؟ خذ المواب يا اسامه
على اذا نوروز لا ما بصير ولا اذا بروروز ما بصير اذا نوروز لا اذا بروروز ما بصير لا طيب هذا الشيء عبد عبد ضربني صار مرتين كاربت بيصير بيصير بس بالتواليت فليم عندنا اكثر بالكاربت انت على طول برو بروروز ديفي كان تلعبه بلش بروروز ديفي كان بروروز ثواني انا بعرف البروروز ولك شيل بس شو 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 هلا بدي شو الكاربت لك 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 شيل الكاربت على ليفل يا شباب برورولز برورولز شو اسمه غير برورولز لك ماشي بعرف انه في برو في اشياء مختلفه بس بمر اسمع الكاربت على الليفل هذا بدفكم بدفكم مسموح هيك شيء عشان تحمي بيزك لان دفكم مساحاتها كثير صغيره يعني تستخدم دفاعيه اكثر من طب انت على اذا واحد عارف اشرح اول جيم بنى راسه مكبر وبنى استراتيجي طاق واحد كارب ده هذا مش عادي وبيس صغير كمان كدفكم خاصه تخيل يكون لعبة يا شباب قصر مو ببوظ من حدا غير من الانفنتري هذا البيس وعلى بيس الاسامه ومفتوح وهو انفنتري هذا هو الوحيد اللي بعرف مصالح مشتركه هي هاي مصالح مشتركه طب هي نفس وين الضوضاء الرياضة ابلع يعني هو بابلع يبلع وليه هذا جيجيز يا جيجيز يا شباب جيجيز يا شباب انا بطل لكيك اسامه استسلم هلا شوف لكيك اسامه وانا استسلم شو جميله نيكا يلا جي جي اس عشان جي جي اس عم يفوز كان ايري فيه ما عنده شي شي انزل يا زل زلت الكيلو على فكرة الكاميرا هاي اللي كنت يطلع هلا بعد شوي هو شفته العب يومي وسبام هاكرات يطلع نيكم اجمعين مرة يخلي فيكم المخبر الله بعد شوي اير فورس زي ما لو بياخد كاش باونتي يا الهي ما بدك انا كمان تو سنيك اتاك اعمل لو برابتا لو برابتا لا طلع من كيتو مالو حافظ انا بدي اشيلك سيسي حتى هو مقفل يلا يجي لكن انا سنتري لا يجي ايه هاجم عليك بالله ما هاجم عليك هاجم عليك والله والله حكيك اسامه واطلع وحياه الله هجم عليك هجم عليك انفنتري طلعني من النص هيك اللعب والله لازم ما بعرف ليش كان في ما بعرف طريقه غريبه جدا يعني الواحد ما بيروح بيهاجم الاقوى او كان معه مصاري كثير بيروح بيهاجم على الضعيف عشان ياخذ بيس بس ايرب ميلو ميلو علاش انا متزامن يا بشي شلون كيف معك اوبو انت اير فورس الصراحة فكرت استيلث عفوا انفنتري رايح عليها ابلاي نيوك رايح رايح ابلاي لهون حلو فجاه مبلغ غير سامع اشا قال لي السلام عليكم شوف 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 من اي بيس جاي العرصه شوف من اي بيس جاي بلاك هاي مو مانيكي طيب اللي جنبك شو عم يسوي فيهم يا عرصه يا منتك يا اسامه يا داعي ما حلو هيك ماني اوكي يعني انت بس انك بدك تخسر واحد الجيم شوف 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 شادو شادو اه بشوف طيب طيب بضربنا بضربنا قلنا بضربنا قلنا بنضر سرور شوف طيب العرصه يا بي لو اكيكك يا سايركس يا بي حكيت اللي بتعضني انت طيب طيب ضربني ضربني هون بيسي العرصه شوف منتاك كان عندي هون باس واوفرلورد وهذا يعني هدول املي الوحيد شو اليوم يا بي الارمس عندي انا عم بقتله لهذا لابليلا فجاه مبلغ غير السلام عليكم بعد ما ضربك احد كيك اوكي بس ضربني الخرا ضربني ضربتين اير في شوف اير اثنين اير فورس علي لا شيء شو عمل شو عمل للحياه شوف يا شادو بس طلع شو اخذ نص يعني على الاريا زي ما في لخ في سبعه بالجيم ما ثمانيه بالجيم على الارض شفت هاي الضربه بتعرف اللي بياخذ بي علي لاش بيكفي يعني هيك منقذ انت ايش لعبت كمان طلعت
الارض يعني ما عايش اصلا يعني الولد هذا والله انا الولد مش انه شوف هو خلاه يعني مين اعطاه الفرصه اللي جنبه ما بعرف مين جنبه بلاك مين اللي فتريك اعطاه فرصه ينيك اللعبه لا اخذ نص Lion low. King Reporting in. لك بعت الروت 3 كابي ذات روت 3 كابي ذات كيف ضربها جيش بتمسح ورا ست طيارات لا يا زمن العاجي طلع طلع في طلع طلع got it we are cruising yep making a pass unit lost making a pass got it ايوه راح والله يونت لوست والله ضبط حلو حلو ممتاز تخيلوا اسامه يفوز هو يلا انا بدي امشي بدي اروح اقرا باي شوف هلا ها هلا هلا هجم عليه ليش؟ لانه شاف انه الله ما عاد بده كي ياكلوا الخصوم هيك يا عرسان مش هتعرف تترك اللي جنبك لازم دائما تشيل جنبك يا غبي يلا يا نوب ما كيفتنيش يا نوب روح ايه يلا انت شو استفدت اسامه الله كيفك هو الزلمه لعبه مشان يفوز وانت لعبته مشان بس تمنح الناس وتخرب عليهم